انطلقت من دار الأوبرا المصرية أمسية فنية أحيتها فرقة البحرين الموسيقية التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار. تأتي الأمسية في إطار الفعاليات الاحتفالية بتدشين إعلان مملكة البحرين في مصر، الذي يتضمن عددا من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام. من القاهرة هنا المنامة، مقطوعات موسيقية وفلكلور شعبي يعبر عن التراث والهوية البحرينية، انطلقت من دار الأوبرا المصرية في أمسية فنية أحيتها فرقة البحرين الموسيقية التابعة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والتي تأتي في إطار الفعاليات الاحتفالية بتدشين إعلان مملكة البحرين في مصر تحت رعاية الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين، والذي يتضمن عددا من المبادئ التي تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام. أهمية حفلة الليلة إنها توري للحضور اللي حضروا امبارح حفل العشاء وحفل تدشين مؤسسة الملك حمد للتعايش السلمي إن إحنا القوى الناعمة البحرينية النهاردة حتشارك بهذه المناسبة، وكذلك مناسبة أخرى سعيدة هي مرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. سعيدين بهذه المشاركة في دار الأوبرا وبالعلاقات المصرية البحرينية على مرور 50 عام. راح نقدم الليلة أمسية إن شاء الله بالتعاون مع الفنان الكبير أحمد الجميري والفنان حسين أسيري والفنان هنديتو، وراح تتضمن 13 عمل إن شاء الله في هذا المساء، وإن شاء الله نتمنى أن الجمهور يكون سعيد معنا في هذه الأمسية وسعيدين بتواجدنا معكم في دار الأوبرا للمرة الثانية. شعور جميل، وأيضا في خوف. الجمهور المصري صعب جدا، الجمهور المصري بيسمع بشكل مخيف، فأتمنى أني أقدم أفضل ما عندي إن شاء الله. وأيضا وجودي في دار الأوبرا والمسرح الكبير تحديدا هذا يعني لي شيء كبير جدا جدا، وهي نقطة مهمة جدا في حياتي. والله بنقدم لكم إن شاء الله مجموعة من الأغاني البحرينية والمصرية، كون المناسبة بحرينية مصرية طبعا، وطبعا منها الأغاني القديمة البحرينية والأغاني الوطنية والأغاني القديمة أيضا الوطنية اللي تغنت على جمهورية مصر من فنانين بحرينيين، طبعا على رأسهم الأستاذ أحمد الجميري أستاذنا، ويعني وراح يكون لي ان شاء الله مشاركه في سولو بسيط مع الاستاذ احمد الجميري ايضا. احتفاليه شارك فيها عدد من الفنانين من مملكه البحرين وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين، وسط اجواء من الفرحه والبهجه والمحبه التي تؤكد على قوه العلاقات بين البلدين والتعاون في نشر التسامح بينهم، معبرين عن سعادتهم باقامه الاحتفاليه بدار الاوبرا المصريه باعتبارها رمزا عريقا للفنون. تدشين علاقات البحرين بمصر بأكثر من 50 سنة بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية، بس العلاقة البحرين ومصر قديمة من قدم الزمان، يعني لذلك شعب البحرين وشعب المصري دائما يعني متقاربين جدا، ويعني وإحنا اليوم سعيدين جدا نكون بمصر، نعتبر بلدنا الثانية يعني مصر. هذه الاحتفالية هو لتجديد العهد والولاء بين القيادتين وبين الشعبين المصري والبحريني، وهو أكيد يعزز العلاقات على المستوى العربي والإسلامي والأفريقي والأسيوي. أنا أعتقد أن مثل هذه الاحتفالية اللي صارت اليوم في دار الأوبرا شيء كبير، خاصة أن مجموعة من الفنانين البحرينيين المتميزين يغنون أغاني مشتركة بين البحرين وبين مصر. إحنا يعني البحرينيين ما نحس نفسنا في دولة غريبة، إحنا في بلدنا الثاني مصر، والفعالية هذه من تنظيم مركز الملك حمد العالمي للتعايش. طبعا هو المركز أساسا أنشأ كقاعدة أساسية لفكر سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهو المبني على التعايش السلمي بين الأديان والأطياف، ونقل ثقافة وفكر ومبادئ أهل البحرين بشكل عام. طبعا الفعالية هذه تعبر أو تمثل العلاقات العربية العربية وكيفما يجب أن تكون، فالعلاقات البحرينية المصرية علاقات متجذرة ومثالية وتعكس عمق العلاقات العربية العربية. العلاقات طبعا طوال 50 سنة كعلاقات رسمية، لكن العلاقات البحرينية المصرية صار لها أكثر من ذي الفترة بكثير، وطبعا هي تعكس
الحب والود والتفاهم والعمل المشترك لدعم العمل العربي المشترك. سهرة فنية بحرينية مصرية بقيادة هذه الفرقة التي تأسست عام 1997 ويشارك فيها عازفين مصريين، فضلا عن دراسة أعضائها بالمعاهد الفنية المصرية لاستكمال مسيرتهم الفنية بالفرقة التي شاركت في مهرجان الموسيقى العربية في 3 مواسم كان آخرها العام الماضي، مما يؤكد أن دار الأوبرا المصرية منارة الثقافة والفن ومحطة التقاء الأشقاء العرب. محمود جميل، التلفزيون المصري.